شرايكم في سكي سباس تويكا في الراب ناس انتي كنت معايا من السيزون الاولى نيه اليوم يعني صار على الاقل ثم 8 شهور ثم في 8 شهور شوف قداش من تيتر تونسي ما تخرج فهمت من وقتها التوا اسكو حاله الراب كيفاش في تونس جوها باهي غيرتوا رايكم ما غيرتوش رايكم شنو الجو بي شوف كوكي هذا موضوع طويل جدا معناه أنا نجم نقعدوا حتى 3-4 أيام نحكيوا فيه مي جروسو مودو في الـ في الـ في الـ في, الـ في الراب في تونس راهو تعبه معناها الحاله ماشي شو معناتها تعبه سمح ما ثماش ما ثماش برشا تيترويت قاعدين يخرجوا شو معناتها تعبه ليه فما برشا تيترويت قاعدين يخرجوا فما برشا ناس قاعده تخدم وفما جينيراسيون جديده قويه على الاخر قاعده تخرج اما فما مونك متاع برشا حاجات الحاجه اللي ليريكس في تونس تويكا ولاو تعبين جدا تاع الراب تاع اغلب التراكات بارابور على انا بيريود بارابور على البيريود متاع 2013 مثلا 2012 ما نقولوش 2010 رجعت بينا 8 سنين تالي معناها جينيراسيون اللي مثلا طلعت من بعد جينيراسيون تاع بلتي كانت ليريكلي وحتى في المواضيع وحتى في القضايا وحتى كيقلقوا السيستيم البارول والكونتينيو مات صحيت معناها كانت كلي تمس على الاخر معناها راب وتو شنو كيفاش ولا الراب تو نورمالمون حسيتها ولات ايماج اكثر من معناتها يجو تريب اكثر صحيت حتى في الامور كليبات وكذا يمكن يصرف برشا على كليب وهو ديجا ينجم يخرج انرجي توصل له تيتر اكثر من هكاك في كتيبه سامحني بايكش اليوم الفان ما عادش حب يسمع مساجات ما عادش حب يسمع غمام ما عادش حب يسمع على السوسيال عاد ما عادش حب يسمع على البوليتيك هكا نورمالمون ما عادش اسمه راب انت شوف كوكي هو راول الارتيست هو انديريكتومون هو اللي يحكم في الببليك شنو يسمع راه معناها انا كي نجي نسربي لك بيغو تريب ما عادش باش تسمع انت مواضيع انا كيش نسربي لك ديما مواضيع انت ما عادش باش تسمع ايغو تريب دونك الفاسون تاع ليغو تريب ياسر خايبه ولات خايبه الفصام فما الناس معناها اول تراك في حياته يبدا ايجو تريب معناها صحيح شنو هي الخايب فيها بالضبط الخايب انه الليريكس ولا تتعاود عند الرابرات كل مثلا نفس الليريكس انا عندي انت ما عندكش هما عندهم احنا عندنا اخير منهم درشنا ماكش مخول انك تعمل ايجو تريب ما عندكش كارير اعمل كارير وبعد اعمل ايجو تريب شكون مخول انه يعمل ايجو تريب اليوم اللي يعمل اسامي في اسامي بلتي مثلا مخول انه يعمل ايجو تريب فريد اكسترانجيرو يعمل ايجو تريب شكون اخر نوفا ينجم يعمل ايجو تريب برشا مكثر من القدم معناتها من المدرسه القديمه عنده كارير فما كارير وراه معناها اللي كارير وراه بالرسمي عنده الحق يتكلم بلتي مثلا فما موضوع بلتي ما حكاش في الراب نتاعو دونك تو ينجم يحكي لك ايجو تريب شكون من الجينيراسيون هذي بار اكزومبل اللي يعجبك تقول هذا كمام خارج من اللو لي خارج من اللو فما برشا مي كيما شكون راهو اسمعني وينجموا حتى اللي يعجبوني فيهم يحكيوا برشا ايغو تريب راهو ويتعجبني خاطر انا رابر يعجبني راهو مش بالضروره معناها يعجبني كراب ليريكس كونجم انرجي تعجبني ينجم يكون هو مثلا مش قوي ليريكلي اما خدام على الاخر يحط روحه معناها يقول لك اواني دونك فما برشا انا تاك مثلا في جينيراسيون جديده اللي معانا معناها طالعين مع بعضنا كل شيء فما مثلا دبل دي اكسلون دبل دي فايب جديد ريق جديد بديت تشدد طريقه نتاع كلام جديده ما احلاهم على الاخر موند واخر جمله وي دونك هذيك الحاجه اللي نحبها اما اش تحكي لي مثلا في تونس مثلا كوتي كرياتيفيتي كليبات ولا ما فماش فكره ما فماش اليوم خاطر شوكيك ماكش اليوم خاطر كمام الراب ولا يعني في فلوس ما عادش نقول والمساجات والتام بصفه عامه ما عادش يبيع برشا شوف اذا كان باش تحسبها ايماج ولا تتبيع اذا كان باش تحسبها امور فلوس تولي تعمل في الكوميرس ما عادش تعمل في الموزيك هذاك هو شنو صاير معناتها في العالم الكل مشكلة في تونس هذا هو علاش فسد هو الراب ما عادش فما ميساج ما عادش فما حتى شيء الناس كلها تعمل في جوتريب باش تسمع الناس تحب ريفران يتشد في الاذنين حاجه هكاك معناها على هذاك قاعدين نشوفوا فيه فسد على فكرة كوكي معناها الكوميرس راه ما ولاش تو معناها حتى مثلا تو الناس كل جي مثلا تقول لك توباك بيجي ناس صحيح العباد هذيك الكل كانت تعمل في كوميرس صحيح. اما يعمل البوم بقوي فيه زوز هيتات كوميرس وبعد يحكي لك عنده موضوع على البوم انت تعرف انت ايش تعمل البوم لازمك استراتيجي ولازمك كونسيبت تاع البوم ولازمك انا تو مثلا ميكس تيب الكونسيبت نتاعو ياسر نتعبني مع البلاتفورم
الكوفر يرجع الليريكس ترجع السبوتيفاي ما تقبلش كوفر ما تقبلش درشنية عندك درشنية هذا كل من الكونسيبت اللي نعمله للميكستيب دونك الحكاية زادة كوكي فما جانب آخر في حكاية انه الراب تعب شوية أمور نيفو طو هي حكاية الاندستري احنا البلاد الوحيدة اللي مدخلت لناش الاندستري في الراب ما دوسيش ما توش نيتو فماش دي برود ولا دي لابيل فماش كون يدز جنب فماش العباد كل تخدم على ارواح وفما رابرز في تونس عملوا فلوس ويلوجوا على كليب ب 2000 و15 100 عرفت دونك انت كي تعمل فلوس من الراب وريني انت الفلوس اللي انت قاعد تعمل فيها اعطيني انا نحب الراب كليب كيما سيكو مود مثلا تونسي صحيح نحب الراب بوب ستار دريك ودي جي خالد تونسي وشنو المشكل حسب رايك انهم ما يصرفوش على الكليب باش يعملوا كليب بليفل انترناسيونال خاطر الببليك قاعد يصفق لهم وما يعملوا في حاجه قول ما قاعدين على في حاجه تعبه بورتون الببليك الببليك قاعد يجيب اسمعني الببليك كي يشوف حاجه سهله يحفظها خاطر الببليك ما يعملش اناليز كليب واش بيه الفكره خايبه ولا اش بيه الببليك سمعها عجبته سيك اوكي انا واحد من الناس انا نحب العبيد اللي مسمي على الراب التونسي تو الدومين مسمي عليهم معناها انت كي تحط راب تونسي يطلعوا لك هما الاولى وهما اللي الواجهه نحب نشوف معناها نشوف معناها كما نقولوا نحن نيفو في الكليب ونحب فكره ونحب كليب عالمي